شوف الاستقالة أول شيء الأقدام على خطوة الاستقالة قناعة من الشخص نفسه، وكنت على ثقة وعلى يقين بأنه لم يتوفى أحد بسبب الحريق على الأطلاق. كنت عارفة يعني؟ عارفتها 100%. ولكن الوضع العام والخطر اللي كان يتهدد سواء المرضى أو مؤسسة صحية، هذه مو أي كلام. فبالتالي أقدمت على هذا الاستقالة عن قناعة تامة ولست نادمة عليها على الأطلاق. لكن البعض اللي يقول والله أنها تسرعت وما تسرعت، كل واحد له تقييمه وكل واحد له نظرته، ودائما من هو في بطن الحدث غير من هو يراقب الحدث وبعد سنوات، غير يختلف الأمر. يمكن قد أن لو الأمر يتكرر الآن يمكن تكون لحسبة أخرى مختلفة. الأخ علي الفضالة أيضا الكاتب الصحفي وجل اشتحية يقول لك أنه إذا تكأ مثلا كنت وزيرة تكرر نفس الحدث، تستقلين بهالاستعجال ولا تنطرين؟ قاعد أقول لك يعني لكل حادث حديث. فالظروف اللي كانت في ذاك الوقت والشعور بالمسؤولية ذاتها فهي اللي دفعتني، رغم أنه يعني سمو الشيخ ناصر المحمد مسي عليه بالشيء بكل خير وبركة، يعني حاول أن يثنيني أكثر من مرة، لكن خلاص هي قناعة. هل تتكرر ذات القناعة؟ الله أعلم.